السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة منسية ومهجورة هجرها كثير منا ولا يعلمها كثير منا ولا من أبنائنا، إنها الدعاء بين السجدتين. أنت بتسجد في كل ركعة سجدتين، يعني بتسجد على الأرض وبعدين تتعدل وتقعد، دي اسمها الإيه؟ الجلسة بين السجدتين، تقعد شوية وبعد كده تسجد تاني. طبعا بتعمل الجلسة دي كم مرة في الصلاة؟ 17 مرة في 17 ركعة، وعندك تاني كمان 12 ركعة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 29 مرة. في دعاء هنا كان سيدنا النبي بيقوله، احنا ما احناش عارفين، وكتير منا متعلموش، وكتير منا ما يعرفوش، لان الدعاء ده سري. يعني الامام ما يجيش في الصلاة مثلا ويقول الدعاء كذا كذا، لا، ده دعاء انت تتعلمه، لابد عليك ان تتعلمه وان تعلمه لابنائك واولادك وزوجتك واصدقائك حتى يأتون في ميزان حسناتك يوم القيامة. فيروي لنا ابو داود من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، خلي بالك بقى كان بيدعي بإيه، يعني يسجد كده ويتعدل، يسجد على الأرض ويتعدل، يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. خمسة تاني: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. خمس أدعية كان بيقولهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يجمعون لك خير الدنيا والآخرة كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. أنت عايز إيه؟ عايز إيه في الدنيا وفي الآخرة؟ عايز في الآخرة أدخل الجنة، وعايز في الدنيا ربنا يرزقني ويبارك لي ويهديني، موجود في الدعاء ده. اللهم اغفر لي، وده سبب دخول الجنة، اللهم اغفر لي وارحمني، وخلي بالك أنت لن تدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى، وعافني، المعافاة في البدن، إن ربنا يعافيك في بدنك ويعافيك في دينك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العفو والعافية. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه للسيدة عائشة في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اهدني، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني وإياكم لما يحبه ويرضاه، اللهم ارزقني. كلنا عايزين الرزق وكلنا بنجري وراه، فعليك أن تدعو بهذا الدعاء بين السجدتين. نقول ايه تاني؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. انا عايزك المقطع ده تنشره لغيرك عشان يتعلم الدعاء بين السجدتين، في كتير جدا من الناس ما يعرفوش هذا الدعاء. لو نشرت هذا المقطع يأتي في ميزان حسناتك كل من عمل به الى يوم القيامة كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، لا تنسوني من صالح دعائكم، ولا تنسوا الاعجاب والتعليق بالصلاة على رسول الله.